إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن العبد لا يتمكن من أداء ما أمره الله كما طلب منه الله إلا أن يعينه الله. والله تعالى قد أمرنا في عبادته وفي طاعته بأن تكون على وجه يرضيه، وجعل الناس أصنافا، وجعل خير تلك الأصناف السابقة بالخيرات بإذن الله، فهو لا يستطيع أن يسبق إلى الخير مهما كان، لا يستطيع أن يسبق إلى الخير إلا بإذن الله. والسبق إلى الخير والإحسان في العبادة وإلى الخلق لا بد فيه من عون الله، لا يمكن للإنسان أن يؤدي ما أمر الله كما طلب الله إلا بعون الله، ولذلك فلا بد من أن يستعان على كل شيء. فإذا كان يستعان على عبادته، إذا كان يطلب من الله عز وجل، العبد يدعوه يطلب منه أن يعينه على عبادته، وهو الأمر الذي يحبه، ومع ذلك يحب منك أن تطلب منه أن يعينك عليه، فطلبك أن يعينك على غيره من باب أولى. ومع ذلك فكل ما يقوم به العبد من عمل صالح، سواء كان من عبادة أو معاملة للخلق، الناس فيه متفاوتون، وأعلاهم هم أهل الإحسان. والإحسان يبتدئ من القلب، وهو الموضع الذي يحب أن ينظر الله إليه حينما يكون العبد يتقرب إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فهو ينظر إلى موضع ما في القلب. يمكن لإنسان أن يذبح، ولكن قلبه لا يكون متوجها بذلك إلى الله بالإخلاص والإنابة والتعظيم، فلا يصله تلك الدماء وتلك اللحوم، ولكن يصله ما في القلب من التقوى. وكلما كان عمل القلب أعظم كان الأجر في العمل، وإن كان قليلا كان الأجر أعظم. ولذلك سبق من سبق من أهل الإيمان من الصحابة وغيرهم
بشيء وقر في قلوبهم. فاهتمامنا بأعمال القلوب وكذلك الإحسان يكون بالألفاظ، إما في العبادات فبأن يتعلم المرء ما الذي ينبغي عليه أن يقوله في دعائه في ذكره في قراءته، وأن يحسن في ذكر ذلك على الوجه الذي يريده الله ويحبه، وكذلك في التعامل مع الناس بأن يتكلم بالكلام الحسن وأن يمتنع عن ذكر ما ليس بحسن. فالتعامل مع الناس فيه الإحسان أيضا، كما قال قائل أو كما قال القائل: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فهذا إحسان بالتعامل مع الناس. فإذا تعاملت مع الخلق على هذا الأساس فهذا إحسان. وكذلك الإحسان بالجوارح، كما الإحسان بالقلب واللسان يكون الإحسان بالجوارح. أما في العبادة بأن يكون في كل عبادة من العبادات يؤديها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، على الوجه الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته، أن يكون بخشوع خضوع وسكينة. فالذي يصلي وهو يتحرك حركات بعيدة عن الصلاة أو بعيدة عن الصلاة لا علاقة لها بها، حتى كأنه ليس في صلاة، بل مر مار من الناس ينظر إليه يظنه ليس مصليا، هذا ليس محسنا في ظاهره. والخشوع جزء منه ظاهر وجزء منه باطن، وكذلك في صيامه، في صيانة صيامه مما يشوبه، في حجه في صيانة حجه مما يشوبه. في كل عمل من الأعمال تجد من هو محسن ومن هو دون ذلك. ولذلك كان الحج الذي يحسن فيه الإنسان في عبادة ربه وهو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وليس كل من ذهب حج حجا مبرورا وإن كان الناس يكتبون له أنه حج مبرور. في ذكره لله أن يكون على هيئة مناسبة، في قراءته لكتاب الله أن يكون على هيئة فيها الأدب مع الله. وأحيانا يستهين الناس ببعض الأعمال مع أنها ربما تكون من أعظمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة، أن العبد إذا جاءها فأحسن وضوءها وخشوعها وخضوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. إذا أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ليس خضوعها، وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. متى تسنى لك أن تصلي صلاة مكتوبة؟ جئت صلاة مكتوبة. إذن من الإحسان التأهب للعمل. فالإنسان إذا فاجأ نفسه بالعمل، والإسراع مطلوب في العمل الصالح، الإقبال وعجلت إليك ربي لترضى، فمن البر الإسراع إلى الخير، لكن الإسراع لا يكون بالتعجل، ولكن المسارعة في الخير تكون بأنك قبل أن تدخل العمل تكون قد أسرعت إلى تحصين القلب مما ربما يؤثر عليه في تلك العبادة.
أن تسرع بأن تتأهب لتلك العبادة حتى تكون أهلا للوقوف بين يدي الله عز وجل، أو لتكون أهلا لتفد إلى بيته، لتفد إلى البيت الحرام لتحمل كتابه وتقرأه. وكل إنسان من المتعبدين ربما يكون يتقرب إلى الله وله شيء من الأجر، ولكنهم ليسوا سواء. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما أمر معاذا بالحديث الذي ذكرناه، لما قال يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فحسن العبادة جانب عال من أسباب رفع منزلة الإنسان عند الله وأن يرفعه في الدنيا بين الناس. فلا يزهد العبد في هذا ظانا أن المطلوب هو أداء تلك العبادة، وإنما المطلوب أداؤها على الوجه الكامل، على الأقل على الوجه الكامل وجوبا، على الأقل على الوجه الواجب كمالا. يعني هناك كمال واجب وهناك كمال مستحب. يعني يمكن للإنسان أن يقوم الليل فيطيل الصلاة طولا كثيرا فيما بينه وبين ربه عز وجل، يكون قد أتى بكمال مستحب. لكن يمكن أن يصلي ركعتين لا يكاد يذكر الله فيهما فلا يؤدي حتى الكمال الواجب، فلا أقل من أن يأتي بالكمال الواجب ليكون معه شيء من الإحسان في العبادة. الإحسان في العبادة يكون معه إقبال، يعني ما جاء يجر نفسه جرا للعبادة. والإحسان يكون معه شعور بالرقابة، شعور ربما يورث خوفا من التقصير أو أنه يورث شعورا بالأنس. ولما سأل جبريل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ثم سأله عن الإحسان، قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنت عندما تتصور هذا المشهد أنك وأنت تعبد الله أنك ماثل بين يديه تنظر إليه، كيف ستكون هذه العبادة؟ أن تعبد الله يعني وأنت في العبادة كأنك تنظر إلى الله وتراه ينظر إليك. فإذا كنت تنظر إلى الله تكون مقبلا، يكون القلب بجميع حواس البدن والقلب كذا يكون إقبال. ولذلك لا يحصل الملل، لا يحصل الفتور، تجد الدافع القوي محرك إلى الله لأنك تنظر إليه. يمكن أن يكون العبد هكذا في عبادته فيستفيد من هذا أن يعبده محبة ورغبا، وهذه يسميها بعض العلم عبادة المحبة والرغبة، رغبة ومحبة يقبل إقبالا بالقلب. أو أنه يعبده لأنه ينظر، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيستشعر الرقاب هو يراك فلا يقصر، لا يقصر.
ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا كان يعمل عملا دقيقا وكان عليه صاحب العمل أعلى رتبة في عمله، لا يستطيع أن يخطئ، يخاف، تجده دقيقا في عمله يتقن العمل حتى لو لم يكن ينظر إليه، فكيف إذا كان يعلم أن الله يراه في كل لحظة، أن الله يراه في كل همسة من همساته، في كل حركة أو سكنة؟ فاستشعار العبد شيء وعلمه شيء آخر، كل عبد يعلم أن الله يراه، لكنك عندما تعبده وتستشعر هذه الحقيقة لا شك أن الأمر مختلف، يكاد العبد لا يحب أن ينصرف من صلاته من عظم ما هاله من الموقف، لا يريد أن يفارق هذا الموقف. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره مع مرضه، مع شدة مرضه، يغلب عليه أن يصلي جالسا لأنه اشتد به المرض، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالسبع طوال، وإذا ركع طال ركوعه، إذا سجد طال سجوده، ويجد في ذلك نفسه، يجد في ذلك قرة العين، لا يريد أن يخرج مما هو فيه من خير. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويتلذذ العبد بحب الله كلما ازداد الحب والشوق، ويتلذذ العبد على خلاف عادة الناس بالخوف من الله، الخوف الذي كثير من الناس لا يحبه، أما مع الله فهو من ألذ الأعمال القلبية. ولذلك لو أنه عرضت له إحدى الفتن العظيمة في مال أو شهوة أو شبهة أو غير ذلك، فمنعه من ذلك خوف الله، يسعد سعادة عظيمة، يسعد، وربما يقول يا رب زدني خوفا منك، ويدعو ربه عز وجل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذه العبادة بين هذين، حب وخوف، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك، وهذا الحضور الذي يشهده العبد بقلبه يورثه أنسا لا يفارقه مهما كان بعيدا عن الخلق، سواء كان بعيدا في نفسه في بدنه عنهم في موطنه، أو كان مجافيا لهم وكانوا هاجرين له، وإن كانوا بجواره يسعد بأنس الله ولو استوحش من الناس. ولذلك تجد الإحسان في العبادة له أثر في دنياه، وله أثر في دينه، له أثر في علاقته بربه، وله أثر أيضا في نفسه، وهذا ينعكس على علاقته مع الخلق، سواء كان ذلك لأن الله يوفقه أو لأن الله ينزل على الأرض القبول له، أو لأنه أصلا تعامله مع الناس فيه الإحسان، فتجتمع كل تلك الأمور حتى لكأنك إذا نظرت إليه من أول مرة تحبه. وبعض الناس لا تريد أن ترى وجهه ولو لم يفعل لك شيئا، لا يستبعد الإنسان هذه المشاعر التي يشعرها ويحسها، ليست هكذا، وإنما لها آثار ولها أسباب. ومن الناس من يعبد الله وكأنه يقول أنا فقط أريد أن أسقط الواجب،
من مطلوب مني من صلاة الجمعة بحيث يعني لا أعاقب؟ كم المطلوب؟ المدة الحضور انتهى ثم ينتهي الأمر. طيب أنت لو أنه كان عندك عمل في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك وكان عندك موظف، لماذا تطالبه بالتدقيق بكل شيء؟ يمكنه أن يداوم مدة الدوام بدون أن يفعل شيئا وأنت مطالب بدفع الراتب إليه، تقبل هذا منه؟ أم تريد منه أن يبذل كل جهده من أجل أن يؤدي شيئا فيه إنتاج؟ تريد منه الإتقان؟ لماذا في أمر دنيانا نريد أن ندقق ونريد أن نحصل، وأما في أمر ديننا نريد أن نسقط الواجب وانتهت القضية؟ ما المطلوب مني؟ كذا وكذا المطلوب، كم عقوبة هذا؟ هذه الأسئلة العجيبة. يتعجب المرء من أحوالنا أحيانا في ديننا، ثم إذا نظر إلى أحوالنا في دنيانا قال لا عجب ولا غرابة، لا عجب ولا غرابة. يعني الإنسان لما يصلي تقول هذا والله المنظر العام لا يصلي، تكاد تأتي وتسلم عليه وهو هكذا ينظر مرة يمنة ومرة يسرة ومرة إلى الأعلى وإلى الأسفل، وينظر إلى الذين ويحتك ويفعل ويفعل. طيب هذا يصلي ولا ماذا يفعل؟ والصلاة مثال، ليست كل شيء. يمكن الإنسان أن يكون في صلاته كأنه ليس في الدنيا، حتى لو مر إنسان من جانبه كأنه مر بجانبه نملة لا يفكر فيه كذلك. ولذلك مطلوب منا إخواني أن ندعو الله أن يعيننا كل صلاة، كل في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستطيع أن نؤدي ما طلب كما طلب إلا بعونه، ويبقى مع ذلك التقصير، ويقبل من العبد ذلك الذي قصر فيه ويعطيه عليه الكثير ويسميه محسنا طالما أنه أدى ما عليه. فلنجتهد في صلاتنا وفي دعائنا. وسبحان الله، أتعلمون أن العبد يمكن أن يجتهد بالدعاء دائما يدعو الله عز وجل؟ وهناك نوعية من الدعاء تعد اجتهادا في الدعاء، هذا من فضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. رواه الإمام أحمد أستاذ صحيح. أتحبون أن تجتهدوا؟ يعني من الاجتهاد في الدعاء أن تقول هذه الكلمات التي تعلمناها. لماذا؟ لأن فيها هذه المعاني التي ذكرناها وغير هذه المعاني التي قصرنا في بيانها. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أقولوا ما سمعتم أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فمطلوب من العبد أن يحرص على تحصيل الإخلاص إذا دعا الله. فالله تعالى طلب منا ذلك فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: فادعوه مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فادعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء مع استحضار الإخلاص هو من الإحسان، فلا يقصر العبد في ذلك. يعني لا يكون هناك
العادة والرتابة، كل يوم يأتي إلى الصلاة يصلي ويذهب، هذا مطلوب، لكن على أن لا يتحول هذا إلى أمر راتب، أمر عادة دائما يجدد النية. هذه النية أحيانا تشعر أنها صارت بالية قديمة، نية منذ سنة نوى الإخلاص، لا، أنت مطالب بتجديد هذه النية. هذه النية لو أنك جددتها في العمل، ربما في الطعام حينما تقصد به التقوي على العبادة في تلك الليلة أو إحسان الصيام في ذلك اليوم، تحول إلى إحسان في العمل. وينبغي على العبد أن يتذكر أن الإحسان في العبادة أو أن حسن العمل له ركيزتان مهمتان أو شرطان لا ينفكان ولا يقبل العمل إلا بهما. يعني هو إحسان، فإذا فوت واحدا منهما صار العمل ليس موجودا، لا يقبله الله، وإن كان قد يصح في الجملة. وأقصد لهذا حتى لا نصعب الأمور، لو سألت فقيها من الفقهاء وقلت له أنا صليت هذه الصلاة ووقعت في بدعة لي أجر، يقول لك ما لك أجر، ربما عليك إثم. طيب أعيد الصلاة، قلت لك الصلاة صحيحة تصح من غير أجر، لا يقبلها الله، لكن صحيحة أنت لست مطالبا بإعادتها. قلت له طيب أنا صليت هذه الصلاة ولكن حصل عندي رياء في هذه الصلاة، حسنت في الصلاة من أجل الناس، ركعت فأطلت في الركوع لما رأيت فلانا وفلانا، تخشعت من أجل أن يسمعني الناس، أعيد الصلاة، يقول لك لا تعيد الصلاة، الصلاة صحيحة لكن غير مقبولة، ليس لك فيها أجر عند الله. فيفرق بين الجزاء والإجزاء، هي صلاة مجزئة لا جزاء فيها. فالعبد الموفق هو الذي يحب الجزاء مع الإجزاء، كما يحب في الدنيا الإتقان مع أصل العمل. وكيف يمكن ذلك؟ بأن نقول هما شرطان، شرطان الإخلاص والاتباع. والاتباع نقصد به اتباع السنة، فمن عمل عملا فيه بدعة فهذا غير مقبول، ومن عمل عملا فيه رياء فهذا غير مقبول. ما الدليل على أن الإحسان في العبادة هذا؟ نصوص كثيرة جدا في كتاب الله، منها قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض يا أبا علي ما أحسن أحسن عمل؟ قال أحسنه أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون على السنة. فالعبد إذا كان عمله مقبولا عند الله فهذا دليل على أنه وقع منه الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو عند الله الأجر وكذا من العمل، وإلا ما فائدة العمل؟ ما المطلوب؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا العمل الصالح موافقة السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا البعد عن الرياء. وأختم في إحسان العمل أن العبد قد يذنب وقد يعصي، وهنا هو مطالب بإحسان التوبة. والتوبة هي عمل صالح وعبادة من العبادات، بل من أعظم العبادات، لأن العبد قد يكون فيه نوع كبر أو نوع عجب، أو أنه يصلي ولم يحصل مقام الانكسار بين يدي الله، لا يشعر بأنه مقصر، فربما ابتلي العبد بالذنب فشعر بهذا الانكسار، وشعوره بالانكسار مع التوبة والشعور بالذنب والتقصير هو نوع إحسان. وهذا مطلوب منا كلنا،
وفي كل وقت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، وفقهم إلى كل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.